الورق ده متعلم متعلم يا وانطة. انت فاكرني ايه ياض؟ فاكرني غشيم؟ انت هتتلكك. بقول لك يا عم الحاج، الورق مش متعلم، انت اللي بتتحجج عشان تاكل عليها فلوس اللي انا سلفتها لك. بس بص بقى بالشويتين بتوعك دول قدام الناس دي، انا كسبان وفلوسي هاخدها. عليا الطلاق يا توفيق، لو ما لميت نفسك وغرت من المخروبه دي انا هخلي الناس دي كلها تتفرج عليك. خلاص خلاص يا معلم، ما تزعلش نفسك بقى. الله، بس انت الخسران، مش هاجي هنا ولا هطلب طلبات تاني. غور حاجه تقرف. غير الحاجة الروح. أي خدمة يا بهوات؟ أنت صاحب القهوة؟ أيوة، أنا المعلم نصر صاحب القهوة. أي خدمة؟ وأنا النقيب سامح. أهلا وسهلا يا باشا، أي خدمة؟ مين في اللي قاعدين عندك دول اسمه توفيق وعنده ابن اسمه حسن؟ ولا واحد لا مؤاخذة في اللي قاعدين دول اسمه توفيق. توفيق يا دوب لسه خارج في دخلة حضرتك. لا مؤاخذة، أصله بيمشي يعني دنجة دنجة، بيمشي على عكاز. ابن اللي مات في السجن، انا جاي مع حضرتك دغري. وانا يا باشا اساسا ما بطيقش اللي اسمه توفيق ده، لا مؤاخذه يعني، من كتر المشاكل اللي هو بيعملها هنا، وانا منى عيني ان تيجي ده تاخده تغوره من كتر الناس ما بتطيقهوش. وبعدين يا باشا، انا لا مؤاخذه لو عايز اكذب عليك ما كنتش قلت لك انه لسه ماشي. طب يا معلم، ما تعرفش عنوانه؟ للاسف لا، اصل اللي زي ده لا مؤاخذه ما حدش يعرف له حته من كتر المشاكل اللي بيعملها مع الناس لا مؤاخذه. ماشي، لو عرفت اي حاجه او زار توفيق تكلمني على الرقم ده. اتفقنا يا نصري؟ من عينيا سعاده الباشا، تؤمرني. يلا اشوف شغلك. حاضر. السلام عليكم. السلام. ايه رايك يا كمال بيه؟ والله ما انا عارف يا سامح، بس الله اعلم اللي اسمه توفيق ده هيجي القهوه تاني امتى، ولو جه صاحب القهوه هيبلغنا فعلا ولا لا؟ تلاقيش سعادتك، سيب لنا الموضوع ده وانا هتصرف. اتفضل. يلا بينا. دي اول حاجه هبتدي بيها صلاه، علشان بتاخد وقت. هساعدك فيها. بقالكم ساعه قاعدين بتتكلموا مع بعض، مش هتفهموني بقى في ايه؟ بنفكر هنعمل ايه في قرايه فتحت لينا. هي لينا تقرا فتحتها؟ لا، لسه هي تقري فتحتها. الله، طب ليه يا جماعه ما قلتليش ان احضر نفسي من بدري؟ تحضري نفسك على ايه؟ عشان اجي. ايه ده؟ غريبه يعني، اول مره تبقى عايزه تروح البيت دي. الله، مش في مناسبه؟ يبقى لازم اروح. دي رايت فتحت لينا يا جدعان. والله نفسي كانت هفني على المناسبه زي دي بقالي فتره، تقوم جايه لي كده من باب كريم. اشمعنى بقى يا اختي؟ طب وهتقري فتحتها على مين؟ حد نعرفه؟ مالك. مالك؟ معرفوش. شاب ابن ناس ومتربي. يا اختي ربنا يديني طولة العمر واشوفك انت وليلى متجوزين جوزة حلوة زي دي. بس تعرفي يا خالته، مش عارفة ليه حاسة ان لينا مش بتحب مالك. عرفت منين؟ اصل انا كنت ببص عليهم يوم الحفلة اللي عملوها عشان علي دي، وكنت شايفاها مدلوق عليها قوي وهي منفضة اصلا. بنت لولا شكله وحش ولا ايه؟ ما تتلمي يا بنت. حلو ايه ووحش ايه؟ تهيألك يا لولا. لك ده ابن ناس، ابن اصول، اي بنت تتمناه ما يتعيبش. طب هننزل امتى بقى عشان نروح نشتري الهدوم هنحضر بيها قرايه الفاتحه؟ هدوم ايه دي يا اختي اللي هنشتريها عشان نحضر بيها الفاتحه؟ ما الدولاب عندك مليان هدوم، خشي نقي اللي انت عايزاه وروحي بيه. ازاي يعني يا ماما؟ مناسبه زي دي عايزه فستان جديد، ولا ايه رايك يا لولا؟ بقول لك ايه يا نهد، انا مش حمل مصاريف جديد، حل عن سما يحصلك. ننزل نشتري يا لولا؟ لا والله.
يعني انتوا الاثنين متفقين ان انتوا هتنزلوا تشتروا من ورايا؟ انتوا عاملين عليا رباطيه يا عيال. فوز في يا بنت يا بنت يا بنت بس خلاص 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 كره ملعبك. هننزل امتى بقى؟ بعد ما نخلص مشروع مروان. ماشي. هو مشروع مروان ده مش هيخلص بقى ولا ايه؟ هنت يا خالته والله هنتحول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتحول. السكر اللي دقته قليل مش كتير، والمر بعيني شفته محطوط على العصير. يا بنت اتلمي. محطوط على العصير. هنتحول. وانا كمان هتحول. وانا كمان عوض عليا عوض الصابرين بقى. معلش يا خالته. معلش. وهي يا اختي انت رخرة. تمام يا عمر، انا ما عنديش نوتس تانية. تمام تمام جدا، اخلص بقى واجي لك. ماشي. الله، مالك علي جاي يصلح الميس اندرستاندينج اللي حصل ما بينكم؟ هو عامة يعني ما فيش حاجة حصلت عشان يبقى في سوء تفاهم، وكده كده انا وانت هنتجوز، ويهمني ان علاقتي بعلي تبقى كويسه زي علاقتي بمروان بالظبط. ما تاخذنيش يعني مالك، بس انا اكيد ما كانش قصدي. حط نفسك مكاني، يعني شفت اختي مع راجل غريب في العربيه وما اعرفش هو بالنسبه لها ايه اساسا. ما كانش صح يعني. يلا حصل خير. المهم تخلي بالك منها وتحطها في عينيك، عشان عزة وجلال الله يا مالك، لو ده ما حصلش هزعلك. لا عامة اطمن، أنا الفترة اللي جاية دي مفيش حاجة تشغلني غير إن أشوف لينا مبسوطة وسعيدة. اعتبر إن ده هدفي في الحياة. طب إيه رأيكم لو نخرج إحنا التلاتة النهاردة مع بعض؟ آه يا ريت، ممكن نعمل كده. لا للأسف أنا مش فاضي النهاردة والله. ما خليها يوم تاني بقى إن شاء الله. ميرسي قوي يا مالك إنك كنت ظريف معي. علي هو جاي هنا كان متخيل إنك هتتعامل معاه بطريقة طف قوي. أنت عارفة كويس قوي إن أنا ممكن أعمل أي حاجة عشانك. بقول لك يا لينا، هو بالنسبة يعني لعلي مش ناوي يغير تعبيراته والطريقة اللي بيتكلم بيها دي؟ بقاله كتير عايش معاك وما اتعلمش اي حاجه. قصدك ايه؟ بصي يا حبيبتي، انا عارف ان انت ممكن ما تبقيش حاسه ان في حاجه غريبه في تصرفاته او طريقه كلامه لانه اخوكي، واكيد اتعودتي على ده. بس الحقيقه ان اللي يبص من بره هيشوف ان في فرق كبير قوي ما بينك وما بينه في الكلام والطريقه والتفكير. يعني انا متقبله والله، ما عنديش اي مشكله، بس انا خايف على الايمج بتاعه وبتاعكم طبعا. يعني مش عايز في قراءه الفاتحه قدام بابايا ومامتي يبقى حد ياخد انطباع مش لطيف يعني. فاهمين؟ أكيد. أنا هبقى أتكلم معي. ماشي. هو أنا هينفع أكون موجودة يوم قراية الفاتحة؟ أكيد هكون مبسوط لو كنت معايا في يوم زي ده، بس للأسف مش هينفع. أنا مش شايفة فيها حاجة يعني. أنا مديرة مكتبك وفي نفس الوقت بشتغل في نفس المكان اللي بيشتغل فيه مالك ولينا. ما هي دي المشكلة، مفيش حد من الشركة مدعو للحفلة دي، فهتبقى غريبة قوي لما يلاقوك يعني جاي تحضري قراية الفاتحة. بس أوعدك أول انفيتيشن في الخطوبة هتكون ليك. ماشي، على إذنك. آه صحيح، أنا كنت عايزك تنزلي معايا وأنا بختار هدية لينا. طيب انا ممكن اجيبها لوحدي على فكره لو انت مش فاضي. حتى لو مش فاضي لازم انزل اختار الهديه بنفسي لينا. انا مش عارف شكل الحياه في البيت هيبقى عامل ازاي من غيرها. مش عارف اعرف اتعامل اصلا مع فكره انها تتجوز وتبعد عني دي ولا لا. لينا دي اجمل حاجه في حياتي، طول الوقت كانت بتهون عليا اللحظات الصعبه،
دلوقتي فجأة بقى المفروض استعد انها تبعد عني وتبدا حياة جديدة. راجي انا ما شفتش اب جوه كل الحب ده لولاده، وده بيخليني احبك اكتر. حاول تساعدني بأي معلومة تعرفها عشان أقدر أساعدك وأجيب لك حقك. افتكر يوميها كويس إيه اللي حصل. صوت سمعته، وش اتعرفت عليه، حد شاكك إن ممكن يكون ليه دور في اللي حصل لك ده. الراس بيدير ساعدني عشان نوصل للحقيقة. يا باشا يا باشا، وحياة حبيبك النبي كفاية كده. ابني غلبان ملوش في المشاكل، واللي عمله كده ربنا يسامحه، كله عند الله. يا راس بدير، حقك لسه في ايدك، ما تضيعهوش بسكاتك. ده الكارت بتاعي، فكر وكلمني. السلام عليكم. مع السلامة. كمال انت لازم تلاقي حل شغلك اللي في مصر، انا وأليس قاعدين هنا تعبانين جدا من غيرك، وبعدين انا مش هينفع انزل مصر مرة تانية، وانت كمان لما تيجي انجلند ممكن تلاقي فرصة شغل كويسة تبتدي فيها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام اللي انا بسمعه لأول مرة ده؟ يعني ايه مش هينفع تنزلي مصر تاني؟ هو احنا مش اتفقنا ان انتوا هتقعدوا هناك فترة الدراسة وهتنزلوا وقت الاجازات؟ ايوه يا كمال، بس الشغل اللي انا فيه ده مش هيديني اجازة تكافي الفترة اللي هقعد فيها في مصر. خلاص، يبقى شوفي مكان تاني تشتغلي فيه. انا لو سبت الشغل ده يا كمال مش هلاقي زيه تاني. وانا مش ممكن اسيب شغلي. انا ماسك قضية حساسة جدا، مش ممكن اتخلى عن صحابها. انا ما قلتلكش سيب شغلك يا كمال، خد وقتك في التفكير، بس انت كمان لازم تبقى عارف ان انا وأليس مش هنرجع تاني. لا 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 لا، ده انت اللي محتاجه وقت للتفكير، لانك بتعملي حاجه عكس اللي اتفقنا عليها، وبتقولي كلام عكس اللي وعدتيني بيه قبل ما تسافري. بقولك ايه، فكري براحتك. مع السلامه، باي. كنت نايم ولا ايه؟ لا يا عمي، انا كنت مستني حضرتك. اتفضل. هعمل لك شاي. اخبار البيت ايه؟ في حاجه جديده حصلت؟ انا تعبت يا كمال، بجد تعبت. ما هو مش معقول ليل نهار ابقى حاطط عينيا في وسط راسي عشان اقعد اراقب الولد ده واحلق عليه علشان ما يقعدش مع علينا لوحده. مصيبة سودة بقى لما الاقي بنتي الهام عماله تحضن فيه وتبوسه، ساعتها ببقى عايز اخنقه واضربه بالنار، امسكه من القفاه وارميه بره في الشارع. لا، انا سكر عيلة عندي، انا مش هستحمل ده ابدا تاني. معلش يا عمي، انا بس كل اللي طالبه منك شويه صبر صغيرين. على فكره بقى، انا وسامح قربنا نوصل للي اسمه توفيق ده. طب وحفيدي؟ حفيدي الحقيقي الاصلي، خلاص مش هلاقيه؟ ممكن نوصله لما نوصل لعثمان او الشخص اللي بعت الصوره ده، ممكن يوصلنا لمكان عالي الحقيقي. اتفضل يا عمي، انا بس مش عايز اتقل على سامح اكتر من كده، خصوصا ان كنت مشغول معايا في موضوع حسن وحامد وبدير. هما حالتهم عامله ايه دلوقتي؟ الحقيقه لسه تعبانين، بس سامح قال لي انه حاول يتكلم مع حامد شويه عشان يعرف منه اي معلومات عن اللي كان خاطفهم. معرفش، أنا بتهيألي مش هنوصل لنتيجة في الموضوع ده، علشان كده أنا هحاول أقلل صلاحيات فريد ده في الشركة شوية بشوية لحد ما ألاقي فرصة وأمشيه خالص. أيوه عمي، بس الموضوع ده مش سهل. فريد نابه أزرق ومش هيطلع بسهولة، ده غير إن راجي كمان هيحاميله. لا، ما تشيلش هم راجي. راجي لما هيلاقيني مصر هيسكت. وبعدين يا أخي، في الأول وفي الآخر أنا صاحب الشركة. إيه؟ هو مش من حقي إن أنا أمشي اللي مش عاجبني؟ حقك طبعًا. بس أنا رأيي ناخدها خطوة خطوة وبعد كده نشوف. ده ملحي خالص. اشربوا. إيه يا أساتذة؟ عم ميشو، عايز شاي زردة؟ سكر بره. وأنا عايزة قهوة سيرياوس. وأنا بقى زيها، هتشربي إيه؟ لا أنا محتارة، فشوية شوية. شوية.
نسكافيه. وانا ممكن مانجا بس. نسكافيه نسكافيه وقهوه زياده هنا. تمام ماشي. ايه كويكلي عم بيش من عينيا حاضر يا جماعه. انا اللي عازمكم. ها واعتبروا ده شكرا عن اللي عملتوه معايا النهارده. هنا عازمنا هنا؟ لا يا زلمه اخترت الصراحه. انت عايزه تروحي فين؟ احنا هنروح عند شلبي وناكل حمام. يا سلام. الله عليك. طيب ماشي انا موافق. انا موافق جدا. تمام بعد القهوه نروح على المطعم. ماشي وانا موافق. ماشي ليلى. عجبك المكان يا مروان؟ كويس. ده على اساس انك بتيجي معانا كل مره؟ انا اصلا مستغرب انك جايه معانا المره دي. عادي يعني يا احمد، ما انت عارف ان انا مشغوله في الكليه وفي الشغل مع تميم الولد اللي انا بذاكر له. بغض النظر عن اي حاجه بس انا مبسوط انك معانا النهارده. انا عندي ليكي خبر حلو. خبر ايه؟ الشركه اللي انا بشتغل فيها وافقت انك تنزلي معانا تريني. بجد؟ ايوه بجد. الاتش ار بتاعت الشركه كلمتني امبارح بنفسها وقالت لي ان الكرييتيف تيم عجبهم شغلك قوي وعايزينك معاهم، مش بفلوس كتير بس عشان لسه بيجربوكي. وانتي مش هتهرب بقى وربنا معاكي. بس انا مش هعرف دلوقتي خالص، محتاجه كام شهر كده. كده الشغلانه ممكن تروح مني؟ ايوه طبعا اكيد هتروح مني. انت عارفه كام واحد بيتقدم لهم؟ بعدين انت ازاي ترفضي شغلانه زي دي؟ هو انت هتسيبي تميم يا ليلى؟ مش عارف، بس انا على طول في خلافات مع مدام نانسي ومش عارفه هقدر استحمل ولا لا. بس تميم هيزعل قوي لو سبتيه، يعني انت عارفه هو متمسك بيك قد ايه. تميم ايه بس دلوقتي؟ دي فرصه مش هتتكرر. بعدين دي شركه من احسن شركات الادفيرتايزنج اللي في البلد. ليلى انت رسامه موهوبه والشغلانه دي هتفيدك كتير فعلا. انت اتجننت خالص، ازاي تخرج مع ناس زي دول؟ انت مش شايف شكلهم عامل ازاي؟ اه شفتهم في الفيديو اللي انت وريته لنا في الجامعه. لا في ان هم مش شبهك يا مروان، ولا انت زيهم ولا هم زيك ولا عمرهم هيكونوا زيك. انت من ليفل وهم من ليفل تاني خالص. هو في ايه؟ مروان خرج مع ليلى بعد التصوير. خرجوا مع بعض لوحده؟ لا مع ليلى والجروب بتاعها. اروى يا حبيبتي انا عايزاكي تقربي من مروان شويه اليومين دول، وبليز كفايه الخناق اللي على طول ده عشان ما يزهقش منك، وكمان علشان تتاكدي اذا كان هيخرج مع الجروب ده تاني ولا لا. وبعدين المفروض ان هو خلاص خلص تصوير، فالطبيعي ان خروجه مع ليلى كمان يبقى خلاص خلص. لان صدقيني انا لو عرفت ان هو قابلها تاني هي هتشوف مني وش عمرها ما كانت تتخيل انها تشوفه. رحت لك اوضتك ما لقيتكش. اقدر اعرف انت ايه اللي نزلك هنا تاني؟ مش حاجه، حسيت ان انا عايز اقعد لوحدي شويه بس فقلت اقعد لوحدي. بصراحه يا علي انا ما بقتش عارفه ليه كل ما بحاول ان انت تبقى في وسطينا وفي حضننا الاقيك بتتهرب. انا ما بتهربش. لا بتتهرب يا علي. في الاول قلت يمكن مكسوف مش واخد علينا بلاش اضغط عليه، وبعد كده اتحججت بالاوضه وقلت وماله مادام ده هيريحه. دلوقتي ايه بقى؟ ليه مصمم تسيبنا وما تبقاش جنبنا؟ ليه مصمم تاخد جنبي لوحدك؟ مش واخد جنبه لحاجه والله. يا علي انا حلم حياتي ولادي يبقوا في حضن. هو ده كتير عليا بعد اللي حصل لي. مش كفايه لينا اللي هتتجوز وتسيبنا؟ ساعات ببقى مش قادرة اتحمل فكرة ان حد من الولاد يبعد عني تاني. مش قادرة، زي ما تقول بقى عندي عقدة من الموضوع ده.
قدام لينا ببقى مبسوطة ومزقططة عشان ما تزعلش، بس من وراها ببقى بتقطع بتقطع وببقى خايفة. طب هو انتوا ليه عايزين تجوزوها دلوقتي؟ لينا لسه صغيرة قوي. يا حبيبي علي، هو انت زعلان عشان لينا هتتجوز وتسيبنا؟ زعلان؟ ده انا زعلان والهم راكبني من ساعة ما عرفت بخبر جوازها. بس في الآخر احنا مضطرين، قدام جوازها من ملك هيساعدها. المهم انا بس عايزاك توعدني بحاجة، ان انت ما تسيبش اوضتك وتنزل تقعد هنا تاني عشان خاطر ماما. يعني عشان خاطر ماما. يلا بقى يا عم خلينا نخلص، ما في حاجات كويسه كتير اهي. هو انت عشان اشتريتها تقعد تبكت فيا؟ ما تسيبني يا عم اختار اللي انا عايز اختاره. طب تعالى بدل كتير قوي اهي، يلا اختار بقى اي حاجه قيس وكده وظبط. يلا عشان لازم امشي عندي المونتاج بتاع البروجكت ولازم اخلصه. ايه رايك في دي؟ حلوه قوي دي فعلا. اه يا عم حلوه، خدها بقى يلا. اتفضل. ايه علي بتعمل ايه؟ بعملش حاجه. حلوه قوي البدله دي، ما تقيسها توريهاني عليك. معلش علينا ما فيش دماغ للقلع واللبس دلوقتي والنبي، مش خليها بعد شويه. هو ايه اخبار صحيح الانجليش؟ يعني المدرس اللي جبناه لك كويس؟ بس هو بصراحه عدى لعب وازح، بس انا المشكله من عندي انا اللي خلاص بقى دماغي مش في الموضوع ده خالص. ايوه يعني الانجليش ده محتاج براكتس، يعني انت لازم تقول كلام انجليش في كلامك. اقول لك حاجه، انت ممكن تتمرن معايا، يعني انا وانت نقعد نتكلم انجليش كده مع بعض. لا 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 لا، مالها وجع دماغ يا ستي. انا اصلا مش عايز اعمل كده، بعمل كده عشان اجري ماما عشان ما تزعلش. كده كده مش فارقه، كله محصل بعض. لا هتفرق كتير يعني، هتحسن كمان في طريقه كلامك في العادي. هي مالها طريقه كلام؟ ما مالهاش يا علي، بس يعني الناس بتستغربها بس في الاول لما يكونوا مش واخدين عليها. ليه بتكلم هندي؟ ما كل واحد يظبط ودانه. لا يا علي اكيد لا، ما تاخدش المواضيع بالحساسيه دي. انت زعلت ولا ايه؟ هقول لك، يعني لما انا اكون بعمل حاجه مش عاجباك انت اكيد هتيجي تقول لي، وانت برضو نفس الكلام لما تعمل اي تصرف مش عاجبني اكيد هاجي احذرك. لا والنبي، وده مأمرت ايه بقى ان شاء الله؟ مأمرت ان انا كل واحد براحته وكل واحد بيعمل اللي يريحه، ولا مأمرت ان انت خليتيني اروح اعتذر لمالك عشان ما كانش المفروض اتحبق عشان شفتك معاه في العربيه؟ مش كده؟ لا مش كده يا علي، انا ما اكبرتكش، انت عملت كده بمزاجك. مزاجي؟ لا انا عملت كده عشان اريحك يا لينا، عملت كده عشان تبقي مبسوطه. انما لو كان عليا وعزه وجلال اللي ما كنت اعتذرت له، ولو على رقبتي سكينه حاميه. يا صغيره عندك انها اروح اعتذر لواحد ما احترمنيش وفكرها هتبقى سبهلله كده وتعدي عادي لما اشوفه ماسك ايد اختي في العربيه؟ صغيره عندك ان انا اقف زي التلميذ استنظر واحد يقبل اعتذاري وهو اللي غلطان فيا من اساسه؟ خلاص والنبي علينا الله يكرمك. خلاص انا اسفه، انا ما قصدتش ان انا اضايقك كده، انسى كل حاجه انا قلتها. انت اخويا يا علي وانا عايزه اشوفك احسن واحد في الدنيا. خلاص علينا مش زعلان، مفيش حاجه. متاكد مش زعلان؟ خلاص يا علينا انا شويه هبقى كويس بعد اذنك، ما تشغليش بالك. طيب انا اخلع انا بقى. ها ايه يا ابني شغل العيال ده؟
ما تقعد، ما احنا بنشتغل لسه، وبعدين هو اللي انا بعمله ده بتاعي لوحدي. انا مش فاهم حاجه في المونتاج ده، انت اللي بتفهم فيه، فانا حاسس ان انا ماليش لازمه. لا ما هو انت كده كده مالكش لازمه، ده العادي عامه. اقعد يا حبيبي، عندي ميعاد، لو خلصت بدري اجي لك. ها ماشي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ازيك يا ليلى؟ هو انت ايه، مش عندك ميعاد ولازم تمشي؟ ماشي. لا احنا بصراحه مش بنمنتج كل يوم يعني، فعيب بصراحه ان اسيبك في المونتاج. اه طيب اتفضلي يا ليلى، تعالي عشان تتفرجي على الفيلم. عادي، هات لنا بقى الحته اللي خلصت دي. طيب عجبني الطريقه اللي بتصور بيها يا مروان. كل الشطات دي بقى بتوجيهات مني انا. يا ابني هو انت عارف الفيلم بيتكلم عن ايه اصلا؟ امشي يا لؤي. خلاص يا عم هدي نفسك، انا ماشي. لا بس انا فعلا شايفه انك موهوب بجد في التصوير. طب اقوم اعمل حاجه اشربها انا بقى، اعمل لك معايا؟ تشكرك. هو انت فعلا هتشتغلي في الشركه اللي الواد اللي اسمه احمد ده قال لك عليها؟ ليه لا؟ عشان انت حاليا مرتبطه بشغل. بس انا مش هفضل مرتبطه بيه على طول، شغلانه البيبي سيتر دي شغلانه مؤقته، وانا عندي طموح كتير جدا عايزه احققها بعد ما اتخرج، فوظيفه في الشركه دي ممكن تبقى بدايه كويسه. سيبك مني، قول لي بقى انت ناوي على ايه بعد ما تخلص كليه؟ بس مش عارف اي حاجه، محتاج شويه وقت عشان احدد انا عايز ايه اصلا، ايه الفيلد اللي ممكن اشتغل فيه. بس بلاش تضيع وقت كتير، فكر وشوف ايه اكتر حاجه بتحبها، عشان دي الحاجه اللي عمرك ما تزهق منها، وخد القرار وابدا واشتغل فيها، وانا متاكده انك هتنجح وهتبقى حاجه كويسه جدا. ماشي، ميرسي على التشجيع. ده مش تشجيع، ده اللي انا حاساه واثقه منه. طيب انا لازم امشي بقى. ايه يا بنتي بقى، ما تخليكي قاعده، انت لسه جايه دلوقتي. مش عايزه اتاخر. لا مش هتتاخري، وبعدين لو اتاخرتي ممكن ابقى اوصلك، ولسه في كلوز ابس كتير عايزه افرجك عليها. توفيق. ايه يا باشا؟ يا باشا انا ما عملتش حاجة. الله، هي الحكومة عايزة مني ايه؟ يا باشا انا توبت توبة نصوحة وناوي اطلع عمرة رمضان. بقول لك ايه؟ بلاش شغل التمثيل ده، وتيجي كده نتكلم كلمتين على جنب من غير شوشرة ووجع دماغ. تعالى. اقعد. وبعدين انت خايف ليه وبتهرب ليه لما انت ما عملتش حاجه؟ يا باشا خوف الحكومه واجب علينا سعادتك، واحنا ناس غلابه، ولو انت بقى سعادتك ناوي تاخدني معاك قول لي عشان ابعت اي حد للواد ابن الصغير، اصله بيخاف ينام لوحده. لا يا شيخ، ما انا قلت لك كلمتين وبس، مش ده بقى تعمل حوار والناس بص علينا. حاضر سعادتك. يا دي يا زلطه، شاي تقيل سكر زياده على حساب الباشا. عمر يا باشا. حسن ابنك. اشمعنى؟ هندخل لبعض قافية؟ لا مؤاخذة يا باشا، بس عايز أعرف الواد عمل إيه؟ يعني أنت عايز تفهمني إنك ما تعرفش إن ابنك منتحل شخصية واحد وعايش مع عائلة وبينصب عليهم؟ الله، هو اتقفش يا بيه؟ لا يعني أنت عارف وشريكه كمان؟ يا ريت يا باشا، يا ريت، بس هو مرضيش. روح أنت يا زلط. أنت جنس ملتك إيه؟ مش عارف يا باشا، بس أنا جاي كده. خلينا بقى في المهم، أنتوا حبستوا الواد ده ليه؟ ولا اتحبس ولا اتحرك من فيلا دياب اصلا، ولا حد من اهل الفيلا عرف انه مش ابنهم. لا يا باشا انا كده لا مؤاخذه تهت منك بقى. ماشي يا توفيق، انا من الاخر عايز اعرف مين اللي وراه. هيكون مين يعني يا باشا؟ دماغه هبت في دماغه عمل كده. انت هتستهبل؟ وحياه الشاي ده ولا اطفحه، زي ما بقول لك كده يا باشا. بقول لك ايه؟ اوعى تفكر ان الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيدخل عليا. يعني انت عايز تفهمني إن ابنك زور البطاقة ودبر وخطط ونفذ لوحده؟ طب إزاي؟ نصح يا باشا، طالع لأبوه، وبعدين هو اللي قال لي كده، وأنا ابني ما يستجريش يكذب عليا أبداً. اسمع يا توفيق، أنا ممكن أخليك أنت وابنك تقضوا بقية عمركم في السجن. هتيجي معايا دغري ولا لأ؟ ورحمة أم يا باشا زي ما بقول لك كده. طب بص يا توفيق، أنا ممكن أخرج ابنك من المصيبة اللي حط نفسه فيها دي، وممكن كمان اديكم مبلغ كويس تعيشوا بيه، بس بشرط يساعدني ان انا اعرف مين اللي وراه، مين اللي وزه يعمل كده. استبينا يا باشا، هات انت بس الفلوس ومالكش دعوه، بس حسن ابني ما يدخلش السجن، ده شرط عشان اشتغل معاك مرشد. الفلوس لما تجيب المعلومات، وابنك حسن لو ساعدنا وعرفنا مين اللي وراه اوعدك هساعده
انه يبقى شاهد ملك في القضيه. الله، هو ساعتك مش بتقول ان العيله دي ما تعرفش ان حسن مش ابنهم؟ ايوه. ليه بتسال؟ لا ولا حاجه، بس ابن المحظوظه له نصيب يعيش في اليغمه دي يومين. ازاي؟ اسمع بقى، لو حد شم خبر بمقابلتنا دي تبقى انت ساعتها حر مع نفسك ولا تبلغ حسن. اتفقنا؟ اوامرك يا باشا. على فين؟ رايح فين؟ أنا كنت رايح بس مشوار وراجع على طول. الشنطة؟ الشنطة دي؟ ده فيها لبس كنت أوديه الناس غلابة والله. لحد إمتى هتفضل تقلب علينا؟ يا حسن